حيث نقلت مصادر إعلامية أمريكية مسؤولة عن مسؤولة في وزارة الدفاع الأمريكية قولها إن السعودية دفعت 500 مليون دولار للولايات المتحدة من أجل المشاركة في تكاليف نشر قوات أمريكية في المملكة. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد قال لقناة فوكس نيوز في حديث سابق إن السعودية بالفعل قد أودعت مليار دولار في حساب مصرفي أمريكي. وقالت القائدة ريبيكا ريباريك المتحدثة باسم البنتاغون الأمريكي لسي إن إن تمشيا مع توجيهات الرئيس ترامب لزيارة أعباء الشركاء، أشركت وزارة الدفاع المملكة العربية السعودية في تقاسم تكلفة عمليات نشر القوات التي تدعم الأمن الإقليمي. أضافت لقد وافقت الحكومة السعودية على المساعدة في ضمان تكلفة هذه الأنشطة وقدمت المساهمة الأولى. المناقشات لازالت جارية لإطفاء الطابع الرسمي على آلية للمساهمات المستقبلية التي تعوض تكلفة عمليات النشر هذه. المزيد في تقرير الزميل عبد الكريم مبارك، نتابع. تصريحات متضاربة ولهفة لجمع المال ظلت أهم سمات سياسة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حيال دول الخليج. فتاجر العقارات ضعيف الخبرة السياسية لم يرى في دور بلاده في المنطقة أكثر من جامع للمال مقابل خدمات سياسية وعسكرية. ففي تكريس لهذه الفكرة دفعت المملكة العربية السعودية مؤخرا نحو 500 مليون دولار للبدء بتغطية تكاليف القوات الأمريكية العاملة في البلاد. هذا ما كشفت عنه قناة فوكس نيوز الأمريكية نقلا عن مسؤول أمريكي. واشنطن نشرت الآلاف من قواتها الإضافية وبطاريات الدفاع الصاروخي بالمملكة بذريعة التهديد المتزايد من قبل إيران. الأموال المدفوعة من جانب السعودية غطت التكاليف الإجمالية لنشر القوات، إضافة إلى الطائرات المقاتلة وبطاريات صواريخ باتريوت الدفاعية لحماية المنشآت النفطية السعودية من هجمات الصواريخ والطائرات الإيرانية. وما زالت المحادثات الثنائية مستمرة بين الرياض وواشنطن حول ماهية النفقات التي سيغطيها السعوديون، وسيؤدي هذا القرار إلى حساب نهائي لما تعتقد الولايات المتحدة أن السعوديين مدينون به. فمنذ تولي ترامب رجل الأعمال أصبحت سياسة واشنطن فيما يتعلق بالخليج هو تحصيل أكبر قدر ممكن من الأموال كنوع من التعويض الذي يراه ترامب واجبا لتصحيح أخطاء رؤساء أمريكا السابقين الذي يرى أنهم أهدروا الكثير من الأموال لاستقرار بعض المماليك في منطقة الخليج دون فائدة مادية تذكر يمكن أن تعود على الولايات المتحدة. وعلى مناقشة هذه القضية أرحب بضيفي معي في الاستوديو دكتور محمد المسعري أمين عام حزب التجديد الإسلامي. أهلا بك دكتور. السعودية تدفع مرة أخرى، لماذا؟ هذه عادتها الطبيعية في حرب الخليج. السعودية والكويت غطوا، السعودية بصفة أساسية غطوا تكاليف الحرب وزيادة. يقال تكاليف كانت حوالي 60 مليار، دفعوا أكثر من 65 مليار. وهذه عدة الانتعاش هائل في لندن، وكل هذه الدفع العقارات اللي من بداية التسعينات إلى الآن كل من هذه الدفعة الحقنة المالية الهائلة فغطوها وزيادة. فهذا هو لأن النظام السعودي من أول يوم تأسيسه هي عقليته وعقلية عبد العزيز أنه يريد ملك وعرش لمنفعته ومنفعة أبنائه ومحافظة على العرش وليس بوارد، خصوصا بعد انقلابات ما بعد الحرب العالمية الثانية الشيشكلي وحسن الزعيم وعبد الناصر، ليس بوارد أن يكون لديه قوة ضاربة ذات مال. قبل الحرب كان منصور بن عبد العزيز حاول أن ينشئ جيشا وبرز في الأسرة وأصبح شخصية بارزة فسمموه على ما يقال وقتلوه حتى خلصوا من إخوانه الكبار. بعد ذلك بعد هذه الانقلابات شعروا أن الجيش ممكن يكون خطر كبير عليهم، اكتفوا بتقوية الحرس الوطني لموازنة جيش هزيل سوري، ثم أصبح الجيش بعد ذلك بقرة حلوب للأمراء للنسب وبيع صفقات الأسلحة. طيب. كان هناك لقطة شهيرة ظهر فيها محمد بن سلمان في البيت الأبيض إلى جانب ترامب، وترامب يمسك اللوحة الزرقاء ويتحدث عن 500 مليار دولار تقريبا أو أكثر قليلا. السعودية دفعت هذه المليارات من أجل سلاح، لماذا تدفع مرة أخرى؟ يبدو أن هذه صفقات أسلحة ومشتريات وتصنيعات وإلى آخره وليس منها تغطية لقوات. أما وجود قوات مباشرة وجود قواعد فترامب قالها حتى يسأل حلفائه، قال حلفائنا في أوروبا نحن نحميهم ما بيدفعوا شيء فلازم يدفعوا، كذلك اليابان ذكرهم، لكن بالذات دول الخليج قال they have to pay we love you king Salman but you have to pay.
فالدفع لابد منه ويريد ترامب يريد تغطية كاملة للدفع، لا سيما أنه قال صراحة قبل عدة أيام، وهذه المفروض تكون إنذار لآل سعود، لكن ما لا عقل لهم ولا يفكرون بعقولهم إلا يفكرون بكروشهم لا أكثر ولا أقل، أنه ما اللي يحصل في ضيق هرمز لا يعنيني، البترول اللي يذهب من هناك يذهب لليابان والصين في 60 داهية، يعني ما لم يقول لفظ 60 داهية لكن أنا أعبر عنها باللغة الرمزية، لكن لأن أمريكا هي مصدر الآن للبترول وهي الدولة البترولية الأولى في العالم ولسنا بحاجة إلى هذا البترول. السعودية لو كانت تحتاج قوات أمريكية حقيقية تدافع عنها وتدافع عن مصالحها من إيران، لماذا تنفق هذه المليارات لشراء أسلحة؟ ما هي تنفق مليارات في أمر واحد دكتور، لماذا تنفق المليارات مرتين؟ يظهر لي أن نصف هذه المليارات عادة تكون نسب وعمولات تدخل في جيوب الأمراء، كما كان طول أيام السلطان الذي أدخل. لا تنفق على التسليح. لا تنفق على التسليح، إن كان 50% منها وعد الله أعلم كم من 50% تسليح حقيقي، وهناك خزن استراتيجي موجود من التسعينات في جبال الحجاز، من ناحية الفكرة الأساسية من حيث هي فكرة جوهرية، لكن لا يعرف لمن هذا الخزن، لأن الجيش واضح فشله في اليمن وقبل ذلك في مصالحة مع الحوثي، ما يسمى بالحوثيين 2010 و2009 أثبت فشله، وقبل ذلك في حرب الخليج طلع فضيحة، هو الحرس الوطني شارك في كم مناوشة في الخفجي، مع ذلك الجيش ليس له دور ذوبال، إنما كان مجرد دور رمزي له فقط حتى يبان أنه مشارك. أليس هذا إقرار بالعجز العسكري السعودي في المنطقة؟ المفروض يكون إقرار، لكن القوم لا يقرون ولا يرعون ولا يستيقظون، لأن المفروض أول خطوة لهذا إنهاء الإشكالية في اليمن والانسحاب، الرجوع إلى قواعد المسالمين، شخصية بارزة الملك أو ولي العهد يذهب إلى إيران ويعمل معهم صفقة تهدئة أجواء، وإيران بالمناسبة في التسعينات كانت تقاربت السعودية أيام خاتمي، وأنا قلت لنا لآية الله أراكي كان بيني وبينه جلسة، فقال نحن نريد أن نقرب الصف الإسلامي، قلت يا شيخ هذا كلام تقوله عن من قلبك ورجل صالح ورجل ورع ودين ومن أسرة دينة جدا، تقوله من أقوله إيمانا به، قلت هذول ما له علاقة بالإسلام والمسلم لا من قريب ولا من بعيد، أنتوا يمكن نختلف معاكم في قضايا كثيرة لكن على الأقل عندكم ما مفهوم الإسلام والرمز الإسلامي موجود، لكن هؤلاء سيطعنونكم في الخلف، وهذا الذي حصل. هذه رأس الحية. طيب محمد بن سلمان جاء بمشروع طموح، هو شاب صغير يريد أن يظل 50 عاما في الحكم، قال لن يزيحني إلا الموت، إذن لديه طموحات، وبالتأكيد أبرز هذه الطموحات دكتور هي صورة المملكة العربية السعودية. ألا تهتز صورة المملكة بالنسبة لمحمد بن سلمان حتى في هذه التصريحات من ترامب وفي هذه الأموال التي تدفع؟ اهتزتهم، اعتقدوا هو الرجل يعتبر نفسه الإسكندر المقدوني ويطلب من أصحابه أن يكون الإسكندر الأكبر. مشكلته أنه يظن أنه يمكن يكون الإسكندر الأكبر من غير عقلية الإسكندر الأكبر وثقافته بأمواله، يمكن أن يكون الإسكندر بالمال فقط. لا يمكن، الإسكندر لم يكن بالمال، الإسكندر كان بالثقافة والفكر الذي تلقاه من أرسطو أعطى فيلسوف في التاريخ ربما. نعم. فهناك فرق كبير جدا، كان ينظر العالم نظرة معينة ومتميزة ويدرك مدارك الأمم والشعوب والاصطدامات معها والعلاقات معها، هذا رجل شبه أمي، هذا أول شيء. المال لا يكفي، بالعكس المال قد يكون في الحالة هذه مشكلة لك وليس لمصلحتك، الفهم والعلم والبرامج الاستراتيجية. فتورط في اليمن باعتماد على أن ترامب كان نجمه صاعدا تلك الأيام وأنه سيغطيهم تغطية كاملة وسيخرج منها منتصرا، الآن أصبحت كل هذه الرؤى حتى لو كانت أحلام وكان يتخيلها بالفعل ومخلصا في تخيلها أصبحت كلها كوابيس لم تعد قابلة للتحقيق، لا رؤية 2030 قابلة للتحقيق، ولا حتى زعمه في أول أيامه أنه في عام 2020 سنستغني نسبيا عن البترول، إلى الآن لا يستطيع أن يستغني. طيب دكتور، دونالد ترامب يتعامل مع سعودية محمد بن سلمان بأنها حليف استراتيجي حقيقي يحمي المصالح الأمريكية في المنطقة، أم يتعامل معها أنها بنك أو مكينة لصرف الأموال؟ بالضبط، ودونالد ترامب يرى أنه أن وصرح بهذا في الحملة الانتخابية وكرر مرة أخرى أن قوة أمريكا الاقتصادية، واعتقد هو في هذا مصيب ان الاستعمار الاقتصادي عن طريق الشركات والقوى الامريكيه والدولار والى اخره ان هذا هو الطريق السليم الذي يضمن المجد لامريكا كما فعلت بريطانيا. نعم. استعمار بريطانيا الهند كان عن طريق شركه الهند الشرقيه، هو الذي جعل بريطانيا تزدهر وتمتص ما يعادل باسعارنا اليوم تريليونات من الجنيهات من الهند، ومن يوم ان دخلت بريطانيا فعليا في الهند بجيشها بدات في النزول. فهو يدرك هذه، على الاقل هذه يدركها، هذا تاجر يعني.
فبالنسبة له هذه لا تهمه، هو فقط إسرائيل لأسباب عقائدية ونفسية وتراكمات نفسية في العقلية والنفسية الأوروبية يعتقد أن إسرائيل مهمة لأمريكا عقائديا ربما ليس استراتيجيا تلك الدرجة. هذه التي ينبغي حمايتها، ولهذا حريص على إنهاء البرنامج النووي الإيراني. مع ذلك المنطقة كلها تذهب للجحيم لا يبالي بها. شكرك، شكرا جزيلا دكتور محمد المسعري، أمين عام حزب التجديد الإسلامي، كنت ضيفي في الاستوديو.